حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك ابعد وابعد لك منها